مساء الخير، برحب فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا حول العالم. صحة وحياة على الموعد معكم بهذا البرنامج اللي بنهتم فيه بصحتنا من مختلف الجوانب لحتى يكون عندنا الوعي والمعرفة لنقدر نقوم بالوقاية لتجنب قدر الإمكان الأمراض وبعض الأمور اللي ممكن تصيبنا بصحتنا. فبتمنى دائما صحة سليمة للجميع لحتى نحيا بحياة حلوة وأفضل. اليوم موضوع حلقتنا عن الذبحة الصدرية، الذبحة الصدرية اللي هي بتكون بيسبقها تصلب الشرايين وبيتبعها الجلطه القلبيه. بتمنى كل الصحه والسلامه لقلوبكم وتضل نابضه بالفرح والحياه، ولكن بدنا نسلط الضوء على هذا الموضوع لحتى تضل قلوبنا نابضه بالفرح والحياه والصحه. مرحب فيكم اذا مما كنتوا عم بتتابعونا، ومنرحب بضيفنا دكتور فكري الديب. اهلا وسهلا فيك دكتور فكري. اهلا وسهلا. حضرتك بكالوريوس في الطب والجراحة العامة، ماجستير في الأمراض القلبية، دكتوراه في الأمراض القلبية، عضو في الجمعية الأوروبية للأمراض القلبية وعضو في الجمعية الأمريكية للأمراض القلبية واستشاري أمراض القلب التداخلية، وحضرتك موجود معنا من مستشفى زليخة في الشارقة. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. أهلا وسهلا. هلا نحن رح نحكي عن الذبحة القلبية دكتور، بس بنقول لهم من البداية ما في خوف ولكن في معرفة لحتى نعمل وقاية، مش هيك؟ ونفهم أكثر الموضوع لحتى نحمي نفسنا. طبعا هو الانسان دائما بيخاف من الشيء اللي ما يعرفوش، وخاصه الامور بتقول لك بالقلب. نعم، لكن وانس ان الانسان عرف الشيء خلاص بيقدر ان هو يسيطر عليه ويقدر ان هو يتحكم فيه ويقدر ان هو يتجنبه او يبقى عنده وسائل وقايه منه. نعم، كما يقال يعني انه الانسان عدو ما يجهل. وطبعا بالضبط، وده الهدف من البرنامج، ان تعريف الناس بالمشكله علشان يقدر ان هو يتجنبها ويقدر ان هو يعني ما يقعش في الاخطاء اللي بيقع فيها كثير من المرضى، وبالتالي بيكون المعلومه جايه له يعني مش اول تجربه، يعني بتبقى تجربه شخصيه، لكن احنا عايزين يعني الناس تتجنب هذه التجربه لانها تجربه غير مرضيه. هي نقطه كثير مهمه عم تقولها حضرتك، انه احيانا تجربه شخصيه لشخص اخر نحن بنعمل اسقاط على حالتنا، وهي بتختلف من شخص لاخر العوارض والحاله يعني للذبحه الصدريه. بالضبط كده. نعم، طب بدايه ما هي الذبحه الصدريه؟ الذبحة الصدرية هي عبارة عن أعراض تظهر للمريض زي آلام الصدر مثلا، يجيله ألم في الصدر أو يحس بضيق في التنفس أو يشعر بخفقان أو يشعر بتعرق، وده بيكون دايما له علاقة بالمجهود، يعني أول ما تظهر الأعراض تظهر دايما مع حدوث المجهود. نعم، زي مثلا لما الشخص يطلع درج مثلا او يمشي او يعمل مجهود كان متعود يمشي يعمل هذا المجهود قبل كده وابتدى يحس بالالم في الصدر مع هذا المجهود. في الاول لما بيجي الالم في الصدر او احد هذه الاعراض بتيجي مع المجهود المتوسط او المجهود الشديد. نعم. وبعدين تبتدي تيجي مع مجهود اقل، ويلاحظ المريض انه هو مجرد ما يرتاح بتتحسن الاعراض، يعمل المجهود ترجع الاعراض مره ثانيه. دي اللي احنا بنسميها الذبحه الصدريه المستقره، يعني لسه في بدايتها، ودي بتكون سببها ان في ضيق في شريان من شرايين القلب، ما بيوصلش الغذاء الكافي لهذه المنطقه اللي بيغذيها الشريان اثناء المجهود لما يكون القلب محتاج دم اكتر، وبالتالي تظهر هذه الاعراض كنوع من الانذار للمريض بانك محتاج لرعايه طبيه ومحتاج تعمل فحوصات علشان تشخص الحاله ونعرف اذا كان الالام ده هي من القلب او من اشياء اخرى، يعني لا. لازم برضو نعرف ان في مش بس القلب اللي بيسبب الام الصدر او هذه الاعراض، لكن ممكن تكون من عضلات الصدر الخارجيه. نعم. ممكن تكون من المعده، ممكن تكون من المراره. رح نحكي انه هناك بسياق حلقتنا اسباب مختلفه لالام الصدر. yeah. الاشخاص او الناس اوقات بترجحها لانه متعلقه بالقلب، رح نحكي كيف فينا نفرق بيناتهم، يصير عندنا هيدي المعرفه. نعم. ونعرف كيف ننتبه للاشارات، لانه الذبحه الصدريه فينا دكتور نطلق عليها بين هلالين مثل منبه يعني. بالضبط، هو يعني انذار للانسان ان في مشكله في الجسم يجب ان تراجع طبيب عشان يقدر يحدد لك اذا كانت المشكله دي على درجه عاليه من الخطوره، اذا كانت لها علاقه بالقلب او انها مشكله بسيطه ممكن علاجها بدواء او بعلاج. نعم. طبيعي.
رح نشوف نحن وحضرتك والمشاهدين تقرير عن الذبحة الصدرية ونسمع من حضرتك تعليق صوتي عليه كمان. إذا بنشوف التقرير سوا مشاهدينا رح يكون في تعليق على الفيديو. أوكي. تعمل عضلة القلب كمضخة لتوصيل الدم إلى جميع أنحاء الجسم، وتحصل عضلة القلب على ما تحتاجه من طاقة وأكسجين لأداء تلك المهمة عن طريق الدم الذي يصلها عن طريق الشرايين التي تغذيها، وعددها 3 تسمى بالشرايين الإكليلية أو التاجية. والذبحة الصدرية هي الأعراض التي تحدث للمريض عند نقصان الدم الساري في الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب والناتج عن عدم التوازن بين استهلاك القلب للغذاء ونسبة وصول الغذاء إليه، وهي في الغالب تكون نتيجة تصلب وضيق الشرايين التاجية مما يمنع وصول الدم بصورة كافية، وأحيانا يكون السبب زيادة كثيرة في حاجة القلب للغذاء والأكسجين بالرغم من كفاءة الشرايين التاجية، مثل حالات تضخم القلب نتيجة لارتفاع الضغط أو لاعتلال عضلي. من أهم الأمراض التي تسبب انسداد شرايين القلب وبالتالي إلى الذبحة الصدرية هي أمراض تصلب الشرايين وزيادة الكوليسترول الضار ومرض السكري ومرض ارتفاع ضغط الدم. وقد يتوقف مرور الدم بصورة تامة في أحد فروع الشرايين القلبية نتيجة التجلط الذي يحدث في الأجزاء الضيقة منها، فيتوقف الدم تماما عن تغذية هذا الجزء من العضلة فتموت العضلة، وذلك ما يعرف باحتشاء العضلة القلبية، حيث تختلف الأعراض مع ما يحدث عند الذبحة الصدرية إذ إنها تستمر لفترة طويلة، وقد تحدث في أوقات الراحة وأحيانا عند النوم مع مصاحبتها بالشعور بغثيان وعرق غزير، أو قد تظهر بشكل عسر للهضم. وقد أثبتت الدراسات والأبحاث أن ارتفاع نسبة الكوليسترول يزيد من احتمال الإصابة بتصلب الشرايين، وترتفع نسبة الإصابة كلما ارتفعت نسبة الكوليسترول في الدم، كما أن ارتفاع ضغط الدم يعد عامل خطورة هاما لحدوث الذبحة الصدرية لما يسببه من عدم انتظام في تدفق الدم داخل الشريان، مما يسبب تغيرات داخل بطانة جدار الشريان ويزيد من تصلب الشرايين التاجية، كما أن ارتفاع ضغط الدم يزيد من عمل البطين الأيسر ويؤدي إلى تضخمه وزيادة حاجته للأكسجين. دكتور، بتحب تضيف شيء على الحقيقه؟ يعني الفيديو كان يعني تعرض لاسباب الذبحه الصدريه وذكر بعضها زي السكر وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، واضيف على كده التدخين طبعا والسمنه وعدم ممارسه الرياضه وبعض العمر كمان والعمر والنوع. يعني دايما الرجال بيكونوا اكثر عرضه للاصابه بشرايين القلب في سن مبكر من الستات، وطبعا العوامل الوراثيه مهمه. نعم. جدا حتى هذه الاسباب رح نتوقف عندها اكثر واكثر دكتور اذا بدك بالتفصيل، لانه في اشخاص بيقول لك يمكن عم نعمل هذا التوازن ما بين الاكل والرياضه والتدخين ولكن بتكون بعدها تستمر نتيجه يمكن وراثي او العمر. رح نحكي اكثر الاسباب بعد شوي، ولكن قبل ما نروح الاسباب خلينا نحكي عن الاعراض يلي بتصاحب الذبحه الصدريه، يعني من بدايتها قبل ما تكون يمكن كثير قويه او متكرره. نقدر ان احنا نقسم الاعراض دي الى 3 مراحل. المرحله الاولى حدوث الالم مع المجهود. دي قلنا هذه تكون ذبحه مستقره. دي بنسميها ذبحه مستقره، يعني يعني هو طبعا 50% من الناس بيجي لها الالم بالطريقه التدريجيه دهيت، بيجي لها الاول الالم مع المجهود. ثم يقل المجهود مع حدوث الألم، يعني مثلا كان الأول يجي له الألم لما يمشي 500 متر، ممكن بعد فترة يبقى الألم بعد مشي 300 متر، بعد فترة يبقى 200 متر،
وهكذا. يعني الألم كل شوية جهاز الإنذار يدق ويديله كل ما خف المجهود إنذار أكتر وهكذا. طول ما هو الألم بيجي مع المجهود ولما يرتاح بيتحسن بنسمي دي ذبحة صدرية مستقرة. لما يبتدي يجيله هو المفروض ينتبه الانسان. طبعا كل ما دايما ما يقول تعب، مش نايم، مش اكل، ستريس. هو ده اللي بيحصل في معظم الاحيان، ما يقول ممكن شويه ارهاق، شويه تعب، مع عدم لياقه. هون يعني شو بتنصحه يراقب اكثر قبل ما يتوجه دغري؟ يعني مش كل مجهود هيك بنتعرض له المفروض نروح عند اخصائي، ولا شو رايك دكتور؟ اذا حصل الالم وزاد مع المجهود، يعني هو مثلا يجرب لو طلع مثلا سلم ولا الالم بيزيد، بحس ان الالم بيوقفه ما يقدرش يكمل ماشي، لا ده لازم يروح للدكتور، يبقى في حاجه غلط. اوكي. بالعكس، الم عضلات الصدر الخارجي المفروض ان هو مع المجهود يتحسن، لان العضله الخارجيه دهيت لما يحصل تقلص هتعمل الم مشابه، لكن لما اعمل رياضه او مجهود المفروض ان تتحسن. لكن الم القلب مش هتتحسن مع المجهود، وده فرق مهم جدا جدا. فاذا هو عمل مجهود والألم زاد وبقى أكثر سوءا، لا يبقى في مشكلة. لو الألم لم يزيد زي ما هو أو بالعكس تحسن، ما فيش أي خوف منه. بعد فترة الألم بيجي مع أقل مجهود، مجرد إن هو يتوضى، مجرد إن هو بياكل يبتدي يحصل الألم، وبعدين يبتدي يحصل كمان التعرق. هون بيصير ولا لا دكتور؟ ممكن بعض الأحيان، بس بيكون بسيط لسه. بيكون بسيط، ما يعني لا يلفت النظر كثير. وممكن يحصل الألم حتى هو قاعد مرتاح، فجأة كده يحس بالألم وبعدين يروح برضه. مثل يعني نخز بيسموه؟ بيسموه نخزة. أو ممكن يحس، كل مريض له طريقة مختلفة في التعبير عن الإحساس بالألم. في مثلا من أشهر الأعراض اللي إحنا بنسمعها يقول إن في حاجة تقيلة على صدري، زي ما يكون في بلاطة، نسمع كده الكلمة بلاطة على صدري، أو زي ما يكون في حاجة بتعصر من جوه، أو زي ما يكون في حاجة بتحرق من جوه. يعني ده التعبيرات اللي احنا بنسمعها، او حاجه بتخنقني من جوه، ده التعبيرات اللي احنا بنسمعها من المرضى دايما. اذا لم ينتبه المريض، دي بقى الفتره اللي هي الالم بيجي فيها مع اقل مجهود او بدون مجهود ويطول شويه بس لسه بيروح، بنسميها ذبحه صدريه غير مستقره، ودي في منتهى الخطوره، لان دي بتكون قبل الجلطه القلبيه او احتشاء عضله القلب. هنا بيحصل ان لما الالم يجي بيجي ولا يذهب خلاص. يعني الالم هنا عندما ياتي ما بيروحش زي الاول، وبيكون الم شديد جدا، وهنا بقى التعرق بيبقى موجود، وممكن يكون في غثيان، وممكن يكون في قيء، وممكن يكون في خفقان، وممكن يكون في دوخه، وممكن يكون في صعوبه في التنفس. الم اذا جاء لاي مريض عمره ما هينساه ابدا، لأنه ألم غير مسبوق قبل كده. وده ألم الجلطة القلبية، وده الألم اللي احنا بنقوله لما يجي الألم دوت ويستمر أكتر من 15 دقيقة بدون ما يذهب، لابد أن يتوجه إلى أقرب مستشفى، ويستحسن أن يذهب إلى مستشفى فيها مركز قلب متقدم بيقدم خدمات زي القسطرة القلبية أو كده، لأن ده بيبقى فيه خطورة كبيرة على الحياة، ولابد من يعني ذهابه وتشخيصه وعلاجه بسرعة كبيرة جدا علشان نحافظ على حياته. نعم. طب دكتور، عم تذكر حضرتك مدة من 15 ل 20 دقيقة إذا استمرت العوارض، يلي طبعا باختلاف تعريفها من قبل المريض، نخز، تقل، عصر في القلب، هذه الأمور. هون بهدول 15 ل 20 ما بتزيد الخطورة عليه؟ يعني ممكن شخص ما بيكون معود على استمرار ألم في القلب لمدة يمكن 5 دقائق، فمجرد ما بحس أنه بتقطع الخمس دقائق أكيد المفروض يعرف أنه الموضوع مش مزحة يعني، أو نعم، مجرد عارض. نعم. صح؟ ممكن يلحق حاله بوقت أكثر. طبعا أسرع. يعني كل ما المريض يعني يتحرك أو يذهب لطلب المساعدة مبكرا كل ما يكون أفضل، لكن احنا بنقول 15 دقيقة أو 10 كحد أقصى، ما تتحملش أكثر من كده. طب فيهم بتنصحوا إذا هو حس هيك المريض هو يروح، ولا ما بتنصحوا يقود سيارة؟ طبعا إذا كان معاه حد يوديه أفضل، يعني الأفضل إن هو ما يسوقش السيارة بنفسه، إذا كان لوحده ياخد مثلا تاكسي
ويروح او يطلب الاسعاف. يعني ممكن يتصل بالاسعاف، الاسعاف يجي ياخده، وده افضل حاجه، افضل حل. يعني افضل حل وبهذا الوقت على الطريق بيكون عم بيتعمل له الاسعافات الاوليه وبتعمل له تخطيط في عربيه الاسعاف وبنعرف التشخيص في المستشفى من قبل ما بيجي، فبنكون مستعدين بكل الاطقم، ما بقاش في تاخير في مباشره الحاله وعمل التحليلات والتخطيط اللي لازم نعمله علشان نقدر نشخص الحاله. بنكون مجهزين غرفه العمليات لو احنا طبعا هون بهيك الحاله طوارئ المستشفى بتستقبل هذه الحالات، بتبديها يعني على طبعا حالات ممكن تكون اقل خطوره. طب دكتور قبل ما نروح بعد يعني لهيدي النقطه طوارئ والتشخيص ورؤيه الطبيب المختص، كيف ممكن الشخص لما يصير عنده هيدا الالم وتستمر يعني اتقطعت دقيقه او اثنين وثلاثه، شو ممكن هو يعمل لنفسه اسعافات اوليه؟ احنا بننصح دائما في اشخاص تاخذ ادويه لان يعني اذا كان عنده اسبرين هو اهم حاجه ان هو ياخد اسبرين. بننصح ان هو ياخد 300 ملي جرام لو كان عنده الحبه 300 ملي جرام، او لو كان في اسبرين اطفال 100 ملي جرام ياخد 3 حبات. دي اول حاجه يعملها المريض لان دي ممكن ان هي تنقذ حياته. الحاجه الثانيه ان هو يعني ما يحاولش ان هو ينفعل او يعني يحصل بانيك، الخوف بيزيد، الخوف يبقى فيه هدوء ويطلب المساعده، يطلب مثلا 911 او اذا كان زوجته معاه او اي حد من اصدقائه، ما يتردد بطلب المساعده، ما يتردد في طلب المساعده لانه هو ما يعرفش بعد دقيقه هيقدر ان هو يساعد نفسه ولا لا. صح. فهما دول اهم خطوتين، ان هو اذا كان متاح عنده اسبرين ياخد 3 حبات اسبرين حتى لو كان يعني ما فيش مشكله في القلب، بعد كده مش هتخسر حاجه لن تضره شيء. 300 ملي جرام 300 ملي جرام ياخدهم وبيتوجه لاقرب مستشفى عن طريق الطوارئ او عن طريق صديق او حد من الاسره بياخده لاقرب مستشفى، بتتعمل له الفحوصات في خلال 15 دقيقه بنقدر نعرف بالظبط ايه هي المشكله، بنعمل تخطيط وبنعمل تحليل انزيمات القلب، ففي خلال 15 20 دقيقه التشخيص بيكون جاهز وبنبتدي ناخد الاجراءات بعد كده بناء على التشخيص. نعم. كمان دكتور رح نشوف فيديو بتناول اعراض الذبحه الصدريه ورح نسمع من حضرتك تعليق على هذا الفيديو وهذا التقرير. تفضل دكتور. اوكي. احنا زي ما احنا شايفين هنا هو دي عضله القلب والشرايين الاسهم ماشي عليها ديت اللي هي الشرايين الاكليليه او الشرايين التاجيه. الشريان اللي احنا شايفينه قدامنا ده الشريان التاجي الرئيسي. دخلنا جواه دلوقتي وشايفين الدم ماشي جوه الشريان. ده جزء من الشريان طبيعي. الجزء دوت اللون الاصفر دوت دي ترسبات اللي بتحصل نتيجه ارتفاع الكوليسترول، ودي ده شكل تصلب الشرايين. وزي ما احنا شايفين مجرى الدم هنا ضيق، وبالتالي الدم لما بيجي يعدي في المنطقه الضيقه بيعدي بصعوبه ويبتدي يبقى فيه نقص في الترويه، او ان الدم اللي بيروح تحت التضيق دوت ما بيبقاش كافي، وبالتالي بتحصل الاعراض اللي احنا قلنا عليها اللي منها الام الصدر وضيق النفس وهكذا. هنا ابتدى الضيق يزيد وابتدى يحصل نوع من الانفجار في التصلب الشرايين، وبتخرج ماده لزجه بتعمل التصاق للصفائح الدمويه. زي ما احنا شايفين الدم عمال يلتصق في هذه النقطه، وبالتالي بعد شوية بيسد الشريان تماما ويمنع الدم ان هو يروح للجزء دوت من العضلة، ويمنع الاكسجين ان هو يروح للجزء دوت من العضلة، فالعضلة بيحصل فيها اللي احنا بنسميه جلطة قلبية او احتشاء في عضلة القلب. اذا لم يدرك المريض بسرعة في هذه المرحلة في خلال 4 ساعات بتكون النتيجة ان احنا بنفقد هذه الجزء من العضلة، بتموت الخلايا بتاعتها وتفقد الوظيفة بتاعتها. ولذلك مهم قوي ان المريض يجي بدري، لان ده بيساعدنا ان احنا نفتح الشريان بسرعه عن طريق القسطره، ويعود الدم يمشي وتدفق للمنطقه دي بسرعه. نعم. فتعود الحياه مره اخرى لهذا الجزء من العضله، ونحافظ على كفاءه العضله وعلى الوظيفه بتاعتها بصوره طبيعيه. نعم. دكتور في اعراض
بحس المريض ما له علاقة بإذا بحس صدرية، ولكن ممكن يكون في مثل التباس بهذه الأعراض أنه تكون ذبحة صدرية، ولكن بتكون ناتجة عن ألام أخرى. نعم. ذكرت قبل شوي ممكن العضلات أو حتى ألام الصدر. شو الأعراض المشابهة ليقدر المريض يفرق؟ هي نفس الأعراض تقريبا، يعني ممكن يحصل المريض مثلا الناس اللي بيبقى عندها حصوة في المرارة مثلا بيجي لهم ألم، الألم ده بيطلع ناحية الصدر برضه. الناس اللي عندهم ارتجاع في المريء الحامض بتاع المعدة بيرجع في المريء بيحصل لهم نوع من أنواع الألم والحرقان زي الحرقان بتاع الذبحة الصدرية في الصدر. الناس اللي يعني مثلا بيتعرض لنوع من أنواع التروما، يعني اتخبط مثلا في صدره بيعمل رياضة، ونشوفهم بالذات في الرياضيين يتخبط في صدره فيحصل تمزق في الأربطة بتاعة الصدر فيحصل عندهم آلام مشابهة لآلام القلب. لكن في كيف يقدر يفرق؟ في طبعا يعني ممكن أهم عامل في التفرقة اللي احنا بنقول دايما عليه علاقة الألم بالمجهود. الألم اللي يزيد مع المجهود ده يثير الشك في القلب. دايما القلب هو المضخة اللي بتدينا الدم لما نحتاج، لما يكون في احتياج لمجهود زيادة، فإذا لم يتم هذا هتبتدي تشتكي وتعبر عن الشكوى بالألم. أما عضلة الخارجية بتاعة الصدر وحصل فيها تمزق مثلا فهتحس بالألم مع حركة الكتف مثلا في وضع معين، مع التنفس المرارة هيحس مثلا بها أكتر بعد أكلة ثقيلة مثلا أو أكلة دسمة. المعدة هيحس بها أكتر بعد أكلة سبايسي مثلا فيها حراق وكده، هو هيحس إنها أكتر ويكون عنده تاريخ إن هو مع الأكل بتحصل الحكاية دي وتلاقيه بيستخدم كتير الأدوية بتاعة المعدة. دي الطرق. إذا التبس عليه الأمر ومش يعني عارف يراقب شوي نفسه، يجي يعمل فحوصات، وخصوصا اذا كان عنده عامل من هذه العوامل، اذا كان عنده السكر، اذا كان الكوليسترول مرتفع، اذا كان عنده الضغط، اذا كان في تاريخ في العيله، اذا كان بيدخن، هذه بتدخل من ضمن الاسباب. اذا عنده حاجه من الحاجات دي والسكر بالذات السكر، وهركز على السكر في حاجه مهمه جدا جدا لازم اذكرها لمرضى السكر. اذا المريض عنده اي عامل من هذه العوامل فلا بد من ان هو يعمل مراجعه للطبيب ويعمل فحوصات عشان يطمئن ان هذا الالم ليس له علاقه بالقلب. وانس ان هو اطمن ان هو ملوش علاقه بالقلب خلاص، يبقى كده الخطوره راحت ويقدر ان هو يشوف ايه المشكله بالظبط ويعالجها، وتكون علاجها بيكون في الغالب اسهل بكتير من لو كانت قلب. كلمه مهمه قوي لمرضى السكر، مريض السكر عنده مشكلة إن الأعراض عنده بتبقى مختلفة شوية عن بقية المرضى. إحساسه بالألم بيكون أقل. إحساسه بالأعراض بيكون أقل. السكر من المضاعفات بتاعته إن هو بيعمل التهاب في الأعصاب الطرفية. وبالتالي الأعصاب اللي هي بتدينا الإحساس بالألم بتكون كأنه بحالة خدر، كأنها مخدرة. وتلاقي كتير من مرضى السكر يقول لك انا بحس بتنميل في اصابع ايديا او في اصابع رجليا، وده حقيقي. فبالتالي مريض السكر بالذات لو الالم 1/10 لازم يروح للدكتور، ما يستناش. ممكن يكون نسبه اعلى ولكن هو عم بحس بالظبط، يعني لازم ما يستناش لما الالم يبقى شديد قوي. لا، لما اي اعراض في منطقه الصدر ديت لها علاقه بالمجهود او بعد انفعال او بعد اكله ثقيله لابد من مراجعة الطبيب القلب. طب دكتور، ذكرت حضرتك يعني من بعض الأسباب المباشرة للذبحة الصدرية اللي هو السكر، الكوليسترول، ضغط الدم، التدخين، حتى السمنة تدخل فيها. نعم. من الأسباب. خبرنا أكثر عن باقي الأسباب يعني لو سمحت. هو طبعا في أسباب كثيرة بس احنا احنا يعني ممكن نقسمهم إلى نوعين. في أسباب مباشرة وأسباب في احنا بنسميهم، يعني أنا بحب أقسمهم دايما إلى نوعين. النوع اللي احنا بنسميه إن هو يمكن التحكم فيه ويمكن علاجه، وفي أنواع ما نقدرش إن احنا نعمل فيها حاجة. نعم. الأنواع اللي ما نقدرش نعمل فيها حاجة إن التقدم في السن، ما أقدرش أوقف عمري. صح. احنا عارفين إن كل ما الواحد يتقدم في السن كل ما يكون في فرصة أكتر لتصلب الشرايين، لأن هي دي الطريقة اللي احنا بنكبر بيها من جوه. يعني زي ما انا بكبر من بره شعري بيتغير، بيبقى البشره بتتغير، الطريقه اللي احنا بنتغير بيها من جوه هي
تصلب الشرايين. دي طريقه اللي احنا بنكبر بيها. حتى لو عم يعني نعيش اسلوب حياه فيه وقايه عاليه، هو طبعا لو الواحد قدر الامكان لو بيتبع اسلوب صحي يقدر يعيش لغايه لما عنده 100 سنه من غير مشكله، يقدر ما يشيخ من الداخل خالص، يبقى من جوه، يبقى من جوه الشباب اكتر من بره. ممكن طبعا. هو اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان احنا بنلاقي يعني مفروض ان مرض تصلب الشرايين ده ما نشوفوش في ناس اقل من 60 سنه. يعني هو بدايه ظهوره بتكون بعد 60 70 سنه. احنا ليه الايام دي بنشوفه في سن صغير؟ ليه بنشوفه في 30 سنة وساعات 20 سنة للأسف و40 و50 سنة؟ ليه؟ عشان هي العوامل دي، عشان دي ظهرت وعديت وزادت كتير قوي. أسلوب الحياة، أسلوب الحياة، طريقة الأكل، فاست فود مشكلة كبيرة جدا، طريقة الأكل، السمنة، عدم الحركة. إحنا مخلوقات ربنا خلقنا عشان نتحرك، فطول النهار من السرير للكرسي لكرسي ال حلوه هذه النقطة مهمة. احنا مخلوق متحرك، فليه عم تقعد؟ ليش؟ احنا يعني احنا دايما بنقول احنا ربنا خلقنا عشان نتحرك ونسعى في الارض، ربنا قال كده دعانا للسعي. فلما يتحول عملنا الى من 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 السرير لجلوس على الصوفة في غرفة النوم او في المكتب وبعدين في السيارة وبعدين في المكتب وبالعكس وما فيش حركة وبناكل الاكلات فيها سعرات حرارية كتيرة ونزيد الوزن، تبتدي تظهر المشاكل دي، يبتدي يظهر ارتفاع الضغط، يبتدي يظهر السكر، يبتدي يظهر ارتفاع الكوليسترول. ضيف على كده كمان التدخين بقى، التدخين يعني وحتى الخمور والسكر، الاكل الحلو كمان طبعا بيأثر، صح؟ طبعا طبعا. الجسم مش قادر ان هو يتخلص من الاكلات الدسمه وبالسكريات الكتير اللي احنا بناخدها، في النهايه مش هيقدر ان هو يعني يتخلص او يتعامل، هيفشل خلاص. نعم. هيقول خلاص. نعم دكتور، نحن رح نروح مع فاصل ونرجع نتابع مع حضرتك، نحكي اكثر عن قسم الامراض القلبيه في مستشفى زليخه في الشارقه يلي دائما على اهبه الاستعداد لمساعده المرضى في حال احتياجهم، وايضا رح نحكي طبعا عن التشخيص يلي هي المرحله المهمه اللي بتسبق العلاج. اذا فاصل قصير مشاهدينا وقلنا عوده، خليكم معنا. لازم تكوني بيرفكت، تحضيرك لمقاديرك وترتيبك هو سر نجاحك، واخر شيء ما بننسى اهم شيء المقادير تكون مظبوطه، لازم تهتمي بالمقادير لتطلع الاكله شغله. اهلا وسهلا فيكم، نورتونا شرفتونا، تصبحوا على خير. وهيك بنكون خلصنا، واكيد فيكي تودع ضيوفك باحلى ابتسامه وتتركي فيهم احلى علامة. We'll be right back.
تحرسه الرجال. ياخذ نصيبه ويرزق الناس ويرزق المحتاج ويرزق اللي عاني اللي بيجي معاني يبقى منه دعم ولا يبقى منه اخذ بالليد. هذا صحيح يرزقهم من شتى طرق، يرزقهم بعطاء، يطلب منه محتاج يعطي، يطلب منه المديون يساعد، حد يخجل يطلب، لكن يعرف عراك الناس كيف قايلهم عجل فيسيب لهم ويسد حاجه وياخذ يجي. عايزين عن بنا بيت يبني وقاد، هذا اللي الله عطاه وهو مشي عمله وصرفه وقدرته في شيء صواب، وهو صرفه في هالطريق عند الله له. عودة معكم مشاهدينا لاستكمال حلقة ليلى من برنامج صحة وحياتي اللي عم نتناول فيها موضوع الذبحة الصدرية. رحب فيكم عن جديد ومرحب بضيفنا دكتور فكري الديب. أهلا وسهلا فيك دكتور. وتحية لكل الكادر العامل في مستشفى زليخة في الشارقة. قبل ما نروح للتشخيص خبرنا أكثر عن قسم الأمراض القلبية في مستشفى زليخة. الحقيقة مستشفى زليخة يعني من المستشفيات المميزة في علاج وتشخيص أمراض القلب. كانت البداية في فرع المستشفى في دبي اللي يعتبر من أكبر المراكز القلبية في إمارة دبي، وحديثا في مستشفى زليخة في الشارقة تم إنشاء قسم متكامل للقلب تشخيص والعلاج بكل ما أوتي من العلم الحديث في الأجهزة التشخيصية وكل ما يمكن أن يعني يتاح لمريض القلب موجود في مستشفى زليخة بالشارقة، من بدءا من تخطيط القلب الى القسطره القلبيه وتركيب الدعامات وبطاريات القلب وكل العمليات اللي ممكن نتخيلها موجوده في طاقم طبي على اعلى مستوى من استشاريين ومن اخصائيين. يعني في اكثر من 6 استشاريين واخصائيين موجودين في المستشفى، وده يعتبر من اكبر الاطقم في قسم قلب واحد في أي مستشفى خاص في الدولة. وبالتالي ده بيدينا ميزة جميلة جدا، احنا عندنا قدرة لعلاج مريض القلب 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع 365 يوم في السنة، يعني الخدمة موجودة طول الوقت. رعاية صحية متكاملة موجودة، يعني كمان بتمنى السلامة لكل الناس ومشاهدينا. دكتور بنروح لموضوع تشخيص الذبحة الصدرية، ويمكن طبعا هذه النقطة الأهم بالنسبة للطبيب وأيضا المريض لأنه على هذا التشخيص يبنى العلاج. فخبرنا عن تشخيص الذبحة الصدرية كيف بتم؟ تحديدا كيف بتم طبعا؟ طبعا لما بيجي المريض طبعا العيادة او المستشفى باعراض ذبحة صدرية بيتعمل له اجراءات بسيطة في الاول زي تخطيط القلب، الاشعة الصوتية علشان نعمل نوع من التقييم لكهرباء القلب والعضلة القلب والصمامات. اذا لم نجد اي شيء يعني يثير الشك في الشرايين بنتجه الى خطوة اعلى وهي ان احنا نعمل فحص التخطيط بالمجهود. فحص التخطيط من المجهود احنا بنعتبره حجر الزاويه في التشخيص، لان هو دوت عباره عن تمثيل لنفس الاعراض اللي هو كان بيحس بيها زي ما احنا قلنا مع عند اي مجهود، مش كده؟ فاحنا بنخليه يعمل المجهود دوت قدامنا
تحت ملاحظتنا ونشوف هل الأعراض دي هتحصل مع المجهود، ولما تحصل الأعراض دي هل هيحصل تغيير غير طبيعي في التخطيط. إذا حصل الكلام دوت يبقى هنا احنا متأكدين بنسبة كبيرة أن هناك مشكلة في الشرايين، ويجب أن نستمر في الأبحاث إلى مستوى أعلى. إذا كان الفحص طبيعي تماما وما فيش أي أعراض مشابهة أو ما فيش أي تغيير في التخطيط، بنطمن المريض وبنقول له أن هذه الأعراض ليست من القلب، وبنتين ندور على الأسباب اللي احنا قلناها واحد منها، ونحاول أن احنا نساعده ان احنا نشخص ديت او نبعته للاخصائي يعني متخصص في المشكله اللي سببت الالم ده. دلوقتي نيجي للشخص اللي هو عنده فحص الجهد طلع مش طبيعي. ده ايه الاجراء بالنسبه له؟ ده لابد من عمل قسطره تشخيصيه علشان نقدر نحدد بالظبط درجه الخطوره ايه. طب هون القسطرة بالتشخيص قد تكون أيضا قسطرة علاجية بالإضافة لتشخيصية صح؟ طبعا لو القسطرة التشخيصية لازم طبعا تشخيص يتعمل الأول. القسطرة التشخيصية هي أعلى درجات التشخيص بالنسبة لمشكلة شرايين القلب. بناء على النتائج بتاعة القسطرة التشخيصية بناخد القرار في إيه هو العلاج المناسب للمريض. العلاج المناسب دايما بيكون اختيار من ثلاث اختيارات. الاختيار الاول العلاج بالادويه. نعم. وده بنرجع اليه لما بتكون المشكله في الشرايين لسه في بدايتها، يكون لسه في فرصه للعلاج، وبالتالي بنقول للمريض والله احنا شايفين ان احنا ممكن نديك علاج وانك تتحسن بالعلاج دوت. نعم. ومفيش داعي ان احنا ناخد اجراء اكثر من كده. ده الاختيار الاول. الاختيار الثاني بيكون يعني التصلب الشرايين او المشكله فيهم خفيفه، يعني ممكن تتفاعل مع الدواء وتتحل. بيكون في ضيق في الشريان بس بيكون اقل من 70 او 60%. نعم. لو كان في ضيق في الشريان 40% او 50% ممكن يسبب بعض الالم مع مجهود الزياده، ولكن هناك احنا عارفين من الابحاث اللي احنا عملناها في السنوات السابقه ان لو الضيق اقل من 60 او 70% تدفق الدم يتحسن بصوره مرضيه مع الدواء. يعني في ادويه معينه تحسن تدفق الدم، فبالتالي بتكون كافيه لتحسين الاعراض بتاعت المريض واعطائه فرصه ان هو يتحكم في اعراض الخطوره اذا كان عنده اعراض من اعراض الخطوره اللي احنا قلناها السكر والضغط والكوليسترول و بحيث ان يبقى في فرصه لعلاج المشكله بدون تدخل جراحي وبدون تركيب دعامات. نعم. اما اذا لقينا او مثلا لو كان الضيق في فرع صغير مثلا او في شريان صغير، فده ما بيبقاش في خطوره منه كبيره ويمكن علاجه بالدواء بسهوله. نعم. اما لو كان الضيق اكثر من 70% وفي شريان رئيسي، فهنا الخيار بيكون واحد من الاثنين التانيين. لو كان من الناحيه الفنيه يمكن علاجه عن طريق توسيع بالبالون أو تركيب الدعامة، بنطرح هذا العلاج على المريض ويمكن القيام به فورا بعد القسطرة التشخيصية، لأنه ما بيحتاجش أي حاجة غير تغيير المواد المستخدمة في القسطرة. يعني القسطرة دكتور عندي سؤال ما بعرف يمكن خطر على بالي قد ايه ممكن يكون موضوعي، ولكن يعالج الشريان بانه نحن نحط بالون او دعامات لحتى يمر الدم بشكل طبيعي. طب ما بتنشيل هذه الماده المتراكمه على جدار الشريان اللي هي عباره عن دهون صح؟ نعم. طب هي بتبقى يعني نحن بنركب دعامات وبتبقى هذه الماده جداً. يعني ليه ما بنشيلها وبنرتاح دكتور؟ نعم، هو سؤال ذكي جدا، واحنا فكرنا الحقيقه في السؤال دوت قطعا ما مرش علينا. يعني احنا فكرنا فيه وعملنا اجهزه او نوع من انواع القسطره تشيل فعلا اذابه هذه التراكمات. يعني شلناها شلناها بطريقتين. في طريقه اللي هي بنسميها زي الشفرة، بنخش بنوع من القساطر في شفرة وبتخش بتقصها في طبقات كده وتطلعها بره الجسم كله. وفي طريقة تانية عن طريق الشفرة الدوارة أو زي دريل كده، زي تحفر بتلف كتير كده، يعني زي الراس اللي عليها
مدبر. قطع الماس بتلف 400 لفه في الدقيقه، من 200 ل 400 لفه في الدقيقه، وتكسر ال وكانه بيصير بتعملها كباودر بالظبط يعني. كده برافو عليك، يعني هي بتكسرها الى اجزاء صغيره والجسم يتخلص منها. وكنا عندنا امل كبير ان ده يكون يعني تعمل ثوره وان احنا نشيل التصلبات دي ونخلص، لكن للاسف الشديد ان لقينا ان رجوع الضيق بعد كده اسرع. فوصلنا الى القناعه ان الجسم لما تكونت فيه ترسبات دهيت تكونت في مده طويله. يعني اخذت سنين، ما بتتكونش في يوم وليله، فلما اجي اشيلها فجاه مره واحده الجسم يشعر وكان هناك فراغ في هذه المنطقه، فيبتدي يحاول ان هو يملى الفراغ دوت بسهوله. فلقينا ان احسن طريقه ان احنا نوسع المجرى بالبالون وبالدعامه زي ما هنشوف في الفيديو اذا كان ممكن، وندي فرصه للجسم بقى ان هو يتخلص من الكوليسترول ده ويطلعه بطريقته. نعم، بس في نقطه بدي ارجع افهمها منك اكثر دكتور، قلت لي بترجع بشكل سريع ليه؟ اوكي هي اخذت سنوات لتراكمت ولما بيصير في تفتيته بالشريان بترجع بوقت سريع ليه؟ الجسم اذا الجزء الثاني اتبع ارشادات صحيه افضل. جسمنا ذكي جدا جدا. لما يكون لما انت تاخدي لو انت بتتعوري او ينجرح الجسم بيروح يعوض ويحاول ان هو يملى الفراغ دوت. صح. فيبدو ان نفس الشيء بيحصل في الداخل لما احنا بنشيل الترسبات دهيت بسرعه وتعايش معه، فاهم انه جزء اساسي بالظبط كده، فبيرجع فيرجع يعبيها بسرعه. تختلف هذه الدهون عن باقي الدهون الموجوده بالجسم؟ اه طبعا اللي بتعمل تصلب. طبعا هي مش زي الدهون اللي موجوده ما هو عندنا. اكيد لا طبعا دي مختلفه. احنا بنسميها دهون لكن هي مش دهون فقط، هي عباره عن مزيج من انواع معينه من الخلايا مع انواع معينه من الكوليسترول ال دي ال يمكن رواسب عديده بالدم يعني وفايبرس تيشو وساعات تكلس، يعني ساعات الشريان بيبقى في المنطقه دي في تكلس زي الحجاره يعني متحجر، فبيختلف من مريض لمريض، لكن احنا بنسميها مجازا ترسبات او كوليسترول علشان يعني الناس تقدر ان هي تستوعبها، لكن هي يعني مور كومبلكس ذان ذات يعني معقده اكثر نعم. يعني. طب دكتور قبل ما نروح نشوف الفيديو للعلاجات قسطرة اللي هي تعتبر تشخيص وعلاج احيانا بنفس الوقت، سريعا تعريق يعني القسطرة شو هي هيك باختصار، لانه الناس اللي عندها مشاكل بالقلب يمكن صارت حافظة عن ظهر قلب شو هي القسطرة، بس بشكل عام هي عبارة عن شو؟ القسطرة هي اجراء نافذ بيكون عن طريق دخول شيء داخل الجسم للتشخيص والعلاج. اللي يهم الناس انها تعرفوا ان القسطرة شيء بسيط جدا، خطورته قليله جدا، ما فيش فيه شعور بالالم، ما فيش احتياج للتنويم او ان نخدر المريض، ما فيش احتياج حتى لاعطاء المريض مهدئ الا اذا كان المريض خايف زياده عن اللزوم فبنديله، لكن اذا كان المريض متقبل ما بيحتاجش. بتاخد وقت قليل جدا حوالي 5 أو 10 دقائق. هي مادة ملونة بمنتهى البساطة، ان احنا بندي مخدر موضعي في مكان الدخول وغالبا بنخش من شريان اليد او شريان الفخذ. نعم. حسب رغبة المريض وحسب اي شريان مناسب لكل مريض. نعم. بندي مخدر موضعي وبندخل القسطرة، القسطرة دي عبارة عن انبوب رفيع بلاستيك قدره 2 مللي بيخش جوه الجسم لغايه لما بيوصل للقلب. القلب زي ايدي كده عليه 3 شرايين زي ما هنشوف الفيديو، واحد يمين واثنين شمال. بنصورهم وبنطلع القسطره وخلاص، بيبين المكان اللي فيه تصلب الموضوع ده طبعا أو ذبح. مرور القسطره في الداخل نحن لا نشعر باي شيء جوه. نعم، رح نشوف الفيديو دكتور يعني. ونسمع كمان شرح منك عليه. اذا هذا الفيديو يلي بيصور لنا علاجات للعلاج بالقسطره والتشخيص ايضا بالقسطره. تفضل دكتور. زي ما احنا شايفين ان هو ده الجزء في ضيق في الشريان، فاحنا هنا هو دخلنا القسطره من شريان الفخذ وطلعت فوق لغايه الشريان التاجي، وابتدينا نصور الشريان وشفنا فين مكان الضيق. دخلنا واير او سلك رفيع يعني قطره 14 من الالف من البوصه، وندخل عليه ادي البالون. البالون هنا دلوقتي هتفتح، فلما هتفتح البالون هتبتدي تزق ترسبات دهيت بعيد عن المجرى. هنا البالون دي عليها الدعامه، الشبكه اللي احنا شايفينها دي الدعامه،
يعني احنا ممكن نحط الدعامه مباشره، ممكن نعمل توسيع بالبالون لو كان الضيق شديد وبعدين نحط الدعامه. زي ما احنا شايفين النتيجه النهائيه ان مجرى الدم رجع بصوره طبيعيه، والترسبات ديت بعدناها عن مجرى الدم وبقت في الجدار الشريان. اللي بيحصل بعد كده ان خلايا الشريان بتنمو وبتغطي الدعامه وبتصبح الدعامه جزء من الشريان. ايه اللي بيحصل للترسبات دهيت بقى؟ احنا ما شلناهاش دلوقتي خلاص، من زي ما كنا فاكرين احنا ممكن نشيلها قبل كده. احنا سبناها، بس احنا بنشيلها بطريقه كيميائيه بالادويه، ندي ادويه الكوليسترول، بندي ادويه موسعه للشرايين، بندي ادويه مميعه للدم، وبنديها في الاول بجرعات كبيره، فبيبتدي الجسم يتخلص منها، فممكن بعد سنه او اتنين تلاقيها اختفت خالص، بقتش موجوده. ويبقى احنا كده ادينا فرصه للمريض ان احنا نرجع له الدم يمشي بصوره طبيعيه، فيمارس حياته بصوره طبيعيه، بس بشرط ان هو يلتزم يحط هذه السكر والضغط و تحت السيطره التامه بالادويه والمتابعه والمراجعه مع الطبيب علشان ما ترجعش المشكله مره ثانيه. نعم دكتور، رح نروح مع فاصل ونرجع نتابع مع حضرتك. فاصل قصير مشاهدينا، خليكم معنا. رايح الدوام سيارتك عطلت؟ ده أكيد مش على كيفك. تدخل دوامك متأخر؟ أكيد مش على كيفك. قهوتك لو مش مظبوطة؟ أكيد هتكون مش على كيفك. لما تكون ملان وحابب تتسلى وتطلع خلقك في الموبايل وفجأة يدخل عليك مديرك، ده بالتأكيد مش على كيفك. بس برنامجنا؟ وتشوف كل حاجة على كيفك. نصفي الثاني قدامي شوفوه يا ناس، غلطانة جيتيني ندمانة، قلتيلي غالي وبعد مملوح ولا من ملحت، رحت عندنا يا منانا يا منانا، ياخذ مصيبه ويرزق الناس ويرزق المحتاج ويرزق اللي عاني، اللي بيجي معاني يبقى منه دعم ولا يبقى منه اخذ بالليل، هذا صحيح يرزقهم من شتى الطرق.
يرزقهم بعطاء، يطلب من محتاج يعطي، يطلب من المديون يساعد، حد يخجل يطلب، لكنه يعرف هيراك الناس وكيف قايلهم عجل فيسيب لهم ويسد حاجة وياخذ يدي. عايزين عن بنا بيت يبني وقاد، هذا اللي الله عطاه وهو مشي عمله وصرفه وقدرته في شيء صور وهو صرفه في هذا الطريق عند الله له. عودة معكم مشاهدينا، بمسيكم عن جديد وين ما كنتوا عم تتابعونا، ومنتابع الوقت المتبقي لنا بحلقة الليلة وعم نحكي فيها عن الذبحة الصدرية. اسمحوا لنا نرحب بضيفنا كمان دكتور فكري الديب، اهلا وسهلا فيك. اهلا بيكي. دكتور، كنا عم نحكي عن علاجات الذبحة الصدرية اللي هي ثلاث انواع العلاج. حكينا عن القسطرة كتشخيص وعن القسطرة كعلاج لما بيتم من خلالها تثبيت الدعامات لفتح او توسيع الشريان. العلاج الثالث الجراحة، ولكن قبل ما ننتقل لها كان حابب نعرف اكثر عن انواع الدعامات. وفي سؤال كمان كتبته انه اذا نحن ممكن نعمل او وضع الدعامات من خلال القسطره، فلماذا نلجا لوضع الدعامات من خلال عمليه القلب المفتوح؟ لا، احنا بنحط الدعامات بتتحط عن طريق القسطره، وبصرف النظر عن نوع الدعامه، يعني الدعامات احنا عندنا في اكثر من نوع من انواع الدعامه، اشهرهم دلوقتي الدعامه الدوائيه اللي هي الاكثر شيوعا والاكثر استخداما، وفي الدعامه اللي هي الريزوربل او الدعامه اللي هي بتدوب، وهي يعني لا تختلف كثيرا عن الدعامه الدوائيه، غير ان هي يعني مؤقته بتختفي من الجسم في خلال سنتين الى ثلاث سنوات، ده الفرق الوحيد. ولكن الدعامه اللي احنا بنستخدمها في الوقت الحالي والاكثر شيوعا هي الدعامه الدوائيه. الدعامه الغير دوائيه ممكن استخدامها لما يكون حجم الشريان كبير، أو في بعض المرضى اللي بيحتاجوا يعملوا عمليات أخرى غير عمليات القلب في فترة زمنية قريبة، لأن الدعامات الدوائية بتحتاج إلى أخذ أدوية مميعة للدم فترة أطول من الدعامات العادية. أما جراحة القلب المفتوح فده النوع الثالث من العلاج لتصلب الشرايين وتضيق الشرايين، والفرق الوحيد بينه وبين الدعامات هو الناحية الفنية. احنا كأطباء بنشوف ان من الناحية الفنية شرايين هذا المريض الافضل لها الدعامات الدوائية او العلاج بالقسطرة، وبنشوف مريض تاني بيكون الافضل له العلاج بجراحة القلب حسب عدد الشرايين اللي فيها المشكلة، حسب المكان، حسب هل من الناحية الفنية ممكن المريض يكون أفضل علاجه بالقسطرة. مرضى السكر بالتحديد باستفادتهم بجراحة القلب المفتوح بتكون أكتر. فإحنا هنا بيكون عندنا الخيارين الآتيين، بنقول للمريض أنت ينفع معاك علاج بالقسطرة والدعامة أو ما ينفعش ولازم جراحة، أو الاثنين، وبنديله الخيار أن هو اللي يختار. بنقول له إيه مميزات وعيب كل طريقة، وبنقول له اختار انت. ففي 70% من الحالات المريض ممكن يختار، في 30% الاختيار احنا اللي بنقوله لان ما فيش حل تاني، يا اما دي يا اما دي.
اوكي. ف يعني هي الاختيار ما بين الدعامات وما بين الجراحه بتعتمد في المقام الاول على الموجود، النتائج بتاعت الاثار التشخيصيه والنواحي الفنيه، ما هو الاصلح فنيا للعلاج، الطريقه الف او الطريقه ب لحاله المريض. طب ذكرت دكتور انه في انواع للدعامات كمان، كنا عم نحكي تحت الهواء عن كمان الدعامه الذكيه. نعم اللي هي اللي هي الدعامه الدوائيه، هو مشهوره المرضى بيسموها الدعامه الذكيه. هي بدي اسالك انه هي دائمه؟ نعم. الدعامه الدوائيه او الدعامه الانديه دي معموله من سبيكه من معدن، بيخش فيه عده عناصر بحيث ان هو يبقى رقيق جدا جدا، السمك بتاعه مايكرو مليمتر، ولكن في نفس الوقت قوي جدا جدا بحيث انه لا يسمح للشريان ان هو يقفل من مره ثانيه. نعم. فدي بتبقى يعني لها خاصيه مميزه من سبائك. نعم. معينه. طب هل الى دكتور مده صلاحيه هذه الدعامه؟ لا، ممكن تعيش مدى الحياه الذكيه. نعم. مدى الحياه. نعم. طب في اشخاص بيرجعوا بعد فتره بيكونوا عاملين مثلا قلب مفتوح او اوبن هارت وحاطين دعامات، مفروض مثلا لعشر سنوات فلنفترض انه القلب يكون عم يشتغل بصوره سليمه وما يصير في اي مضاعفات، ولكن بتلاقي انه لا صار في مشاكل قبل او حتى لو بعد العشر سنوات. نعم. وبيضطروا انه يعملوا عن جديد ويحطوا دعامات. نعم. هون هل بنكون عم نحكي عن مكان مختلف عن اللي تم زرع او وضع دعامات فيه؟ يعني عن تصلب او تضيق بشريان اخر؟ نعم. ولا نفس المكان ممكن يصاب يعني اذا بمشاكل اخرى؟ الاغلب بيكون مكان جديد. والسبب هو عدم التحكم والسيطره التامه على الاعراض، عوامل الخطوره اللي سببت الضيق في المره الاولى. فاذا كان الضيق حصل في المره الاولى لان السكر ما كانش مظبوط والكوليسترول كان عادي والمريض كان بيدخن، لو ما بطلش يدخن او لو ما تحكمش في هذه الاشياء بعد ما نركب له الدعامه. نعم. زي ما حصلت في المره الاولى ترجع هتحصل في المره الثانيه، ممكن مكان مختلف، وهتحصل في مكان اخر، او ممكن تحصل في نفس المكان، لكن الحدوث في رغم مكان الدعامه آخر ممكن ممكن لكن يعني طبعا حدوث الضيق في نفس المكان بتاع الدعامه ده يطول شرحه، لان دي في اسباب بعضها من المرض نفسه وفي بعضها اسباب فنيه. نعم. بيكون من يعني دكتور بشكل هيك سريع لانه شوي دهمنا الوقت، فضل. الدعامه اللي هي مدى الحياه هل هي مكلفه؟ ممكن الشخص يحصل عليها؟ والله طبعا هم كانوا في الاول اسعارهم كانت عاليه جدا، لكن الاسعار نزلت كتير قوي دلوقتي، اصبحت دلوقتي متناول كثير من المرضى دلوقتي. صار في اوفرات يعني؟ اكيد طبعا دكتور بتنزل هلا انه صارت متوفره يمكن اكثر بالدوله او لانه الناس احتاجتها اكثر؟ كل الدعامات ال متوافق عليها او يعني حاصله على موافقه من هيئه الغذاء الامريكيه او من هيئه الادويه والاجهزه الاوروبيه، هي اللي بنستعملها وبالاضافه طبعا. نعم. موجوده هون. نعم. طب دكتور نصيحه اخيره بشكل سريع للاشخاص اللي ممكن يكونوا معرضين او للحد من الذبحه الصدريه. اول حاجه ان احنا لازم يعني انا بقول ببساطه كده ان احنا لازم يعني نحط في اعتبارنا ان لما يكون الواحد تخطى سن ال 25 هو سن النمو، لابد ان هو يبتدي يفكر ان هو يعيش بطريقه مختلفه. يعني ما ينفعش ان انا اكل وما افكر باللي عم باكله زي ما انا كنت عندي 15 سنه. وانس النمو اكتمل، الاحتياج للسعرات الحراريه بيكون موازي للمجهود اللي انا بعمله. فاذا كان طبيعه عملي طبيعه مكتبيه غير لما يكون طبيعه عملي اني بشتغل بايدي مثلا زي واحد فلاح او واحد عامل او الى اخره. نعم. فبالتالي لابد ان الواحد يعيد حساباته ويعيد الستايل اوف لايف، اسلوب الحياه، نمط الحياه نفسه لازم يكون مناسب لكل شخص. في طريقه الاكل، في طريقه ممارسه الرياضه، دي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية التدخين مشكلة كبيرة جدا في المنطقة بتاعتنا. نعم. للأسف ان احنا بنشوفه بيزيد، وكلمة سريعة ان الشيشة الناس بتعتبرها يعني اقل خطورة من السجاير، لا هي اسوأ من السجاير.
التدخين كله بشكل عام سيء والشيشه بالتحديد، ويعني بركز عليها ان هي هذا مفهوم خاطئ عند كثير من الشباب والشابات بالتحديد، بيدخنوا شيشه وهي أسوأ بكثير قوي من السجاير، فارجو ان هم يعني يحطوا في اعتبارهم ان الاشياء دي مضره. نعم. ومن دلوقتي هم صغيرين فمش حاسين بيها، لكن بعدين بيبتدوا يحسوا بيها، لان هي مش هتعمل مشكله في خلال شهر او سنه او اثنين، لا دي هتاخد، لكن دايما صحتنا جسمنا بيقاوم مثل ما قلت، ولكن في وقت معين بيضعف فيه مع العمر وبتبين هذه الامراض. انا بدي اشكرك جدا دكتور فكري الديب على الحلقه القيمه بالمعلومات، وبتمنى هيك نكون يعني قدرنا نبسط ونوصل المعلومه لاكبر عدد منكم مشاهدينا. دكتور فكري الديب، حضرتك حاصل على بكالوريوس في الطب والجراحه العامه، ماجستير في الامراض القلبيه، دكتوراه في الامراض القلبيه، عضو في الجمعيه الاوروبيه للامراض القلبيه، وعضو في الجمعيه الأمريكية للأمراض القلبية، استشاري الأمراض القلبية التداخلية، وحضرتك موجود معنا اليوم من مستشفى زليخة في الشارقة. شكرا لوجودك. شكرا الأكبر لكم مشاهدينا، وشكرا لفريق العمل. إن شاء الله أروبكم دايما بألف خير وصحة وسعادة كمان. إلى اللقاء الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من صحة وحياة.